حسين واحد المواضيع ديال الكهرباء كما كتشوفوا معنا هنا. هذا البرشمان، هذا كما نقولوا الناس اللي ما عارفش البرشمان كيسولوني بزاف اشنو هو البرشمان، اشنو هو نص الزيري. هذا هو البرشمان كما كتشوفوا، كتجي مرمى في الكميمات وفي نص الطوق بحال هكا. هذا هو البرشمان، وفي القب كذلك هنا. هذا كنوجدو ان شاء الله لحال الفيديو، غادي نحطوه تشوف. هو هذا، وهذا المدير حنا خيطناه. الجلابة الثانية هي هادي، حسيها بالبرشمان نفس الموديل، تويب راه هو هادي. إلا بغات تشوب إن شاء الله 200 درهم، و تجلابة تاع الخياط ديالنا راه هو لي خيطها ليكم. بغيتو هادو للبيع مرحبا، موجودين. هادي مختلفة عليهم، هذا القطيب، القطيب شحال من واحد كيحسب واش المرمى راها مقلوبة، كيبان لي هنا مكاينش، كيقول لك راه دايرين الخياط مقلوبة. لا أختي راه ماشي مقلوبة، هي كتجي من الداخل هادي، يعني قلتلكم هو هذا، هي راه كتجي من الداخل بحال هكا. الا بغيت تقلبوا لكم كيجي المرمى على ان عليكم على برا بحال هكا، باش تخليها سامبل بحال هكا راه كيجي بحال هكا. نص الطوق ديالها كيجي بحال هكا، العقيده سامبل. هذا هو القطيب، حتى هو نص الطوق هنا وحبس لتحت، راه كتهبط بحال هكا سامبل كما كتشوفوا معنا هنا. والكميمات دائما المرمى كتجي من الداخل. هذا القطيب، البرشمان كتجي على برا، هي هذه، والمرمى حتى هي على برا، نص الطوق والكميمات. القطيب راه كتجي الداخل وكتجيك في القب بحال هكا، القبة هي كتجي تاهي يعني من الداخل بحال هكا. هذا هو القطيب، هذا هو الفرق بيناتهم. هذا كيجي هذا كتخشي براسك بحال بوشعي بحال هكا. اللي بغات تشوف هو هذا 200 درهم، هذا هو التويباس ديالهم. راس دوكا شحال ديال الكاروسة، راه زوينة كيما نقولو، صبان ورد وصبار حتى هو، يعني ما تخافش منو كاع. هما التويباس ديالو، جوج اللي حطيناهم خيطين راهم هما. اللي بغات وحدة للبيع هنا سكريني، والثمن ان شاء الله مناسب. وهذه واحدة أخرى بالقطيب حتى هي الزرق. هذا التوب ديالو علاش ما صورناش، ما بقاش اللون هذا بالضبط، ما بقاش سهلة، بقى جليل بعد يطلع طلع للبيع حتى هي.